صباح الخيرات على الجميع. رسالة اليوم هي تمثل الكاهنة، لكن هذه الكاهنة تمثل الطاقة الأنثى، وكأنما هي طبعا وياها القطة. هذه القطة هي لصد الطاقات السلبية. لاحظ هذا المفتاح أو هذا الصولجان. البطاقة هي كأنما تقول لك حان الوقت لإيقاظ هباتك الروحانية. ما معنى أنه أنت عندك هبات روحانية لكن أنت تناسيتها، فجدتي هذه البطاقة مثل المرشد الروحي إليك تبلغك ركز على هباتك الروحية، حاول أنك تطور هذه الهبات وركز على الشغلات الإيجابية في حياتك. كيف أنك تطورها؟ ممكن أنك تسأل السؤال الصح، ممكن تقول ربي ما هي الخطوات التي أتخذها حتى أطور من نفسي؟ راقب حدسك، راقب رسائل الكون، راقب الأفكار التي تجيك. مساعدة الآخرين إليك أيضا ممكن تعتبر كإجابة إليك، وتطمن هذه البطاقة كأنما تمثلك تدرك أو حماية. أو ركز، لا تنسى أنك تركز على الأشياء الإيجابية في حياتك. كانت لكم نور، رابط حسابي في الإنستغرام تحت هذا الفيديو، راح تلقون كل رسالة مكتوبة.